نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. قضية اليوم صارت أحداثها في مدينة أوستين عاصمة ولاية التكساس الأمريكية، وبالتحديد نهار 24 أكتوبر 1988. نانسي ديبريست قامت كعادتها 6 متاع الصباح باش تمشي لخدمتها. نانسي عمرها 20 سنة وتخدم في ريستوران تابع لسلسلة البيتزا هوت. كانت تعيش مع راجلها تود وبنتها سيلفيا اللي مازالت كغلقت العام وثلاثة شهر. نهارتها خلطت مع 7 متاع الصباح للخدمة وكانوا مكلفينها باش تحضر العجينة متاع البيتزا. هي عندها المفاتح وتحل وتتصرف وحدها حتى للـ9 متاع الصباح. وقتها يبداو يجيو الخدامة الأخرين. في الأثناء عرفها مولا المحل ديما يطلبها باش يتفقد الأمور، يشوفها اش عملت، نقصتها شي حاجة. الصباح هذاك التليفون ضرب في البيتزيرية مرة 2 3 ولا حياة لمن تناتي. المعلم تحير، نانسي مستنسة تجاوبه متنقزة الأولى، اش بها المرة هذه ما جاوبتش. وقتها هز روحه ومشى المحلو، اخلط قبل التسعة بشوية. ادخل للبيتزيرية ولا فما لا حس لا دبك. وين مشات؟ عمل دورة يفركس عليها، ووقت اللي دخل التواليت تلقاها عريانة ومطيشة تحت اللافابو والدم هابت من راسها. طبس باش يشوفها ميتة ولا حية، القاها مازالت تتنفس. ووقتها طلب الإسعاف وشرطة النجدة. في تواتر هالأحداث نانسي المسكينة ما كانش عندها زهر. وقت اللي خلطت للسبيطار وحطوها تحت العناية المركزة ما خرجتش من الغيبوبة، وما عدتش 3 سوايع وماتت متأثرة بالطلقة النارية اللي تلقاتها في رأسها. مبدئياً الجريمة صارت بعد ما خلطت نانسي لخدمتها وما ثم حتى شاهد عيان. وكما قلنا لكم كانت وحدها، والبيتزيرية هذه موجودة في بلاصة ما فيهاش برشا ماشي وجاي، وخاصة الصباح. المحققين ما لقاو حتى آثار لم تخلع أو بصمات، لكن الكوفر متاع الفلوس اللي بحذا الكاسة كان محلول. معناها مبدئياً الدافع متاع الجريمة هو أساساً السرقة. بجنب البلاصة اللي لقاو فيها جثة نانسي في التواليت لقاو دوي متاع كرتوشة من عيار 22. أكيد هذيك هي الكرتوشة اللي خرجت من السلاح واللي تقتلت به نانسي، ويمكن المجرم نسى باش يهزها على أساس ما يخلي حتى أثر في ساحة الجريمة. ولهنا وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي بعد ما فحص الجثة متاع نانسي، قال اللي هي تعرضت للاغتصاب قبل ما تموت. في التطور هذا من القضية ما تعداو الجمعتين والشرطة أعلنت اللي هي شدت زويز مشبوه فيهم، واحتمال كبير أنهم هما المتورطين في هالجريمة هذه. الأول اسمه كريس أوتشوا عمره 22 سنة، والثاني صاحبه ريشار دانزينجر عمره 19 سنة. وهالزويز كانوا يخدموا في بيتزيرية واحدة أخرى ماهيش بعيدة على اللي تخدم فيها نانسي، ويعرفوها بالقدا بحكم أنهم بعد السيرفيس متاعهم يجيوا ياكلوا غادي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا كيفاش الشرطة وصلوا لهم بالسرعة هذية. المسألة بسيطة، زملاء نانسي هما اللي علموا الشرطة وقالوا لهم اللي هما شكوا في الزويز هذوما، معناها أوتشوا وصاحبه دانزينجر. أشنو أسباب الشك متاعهم؟ هالزويز هذوما وقت اللي قعدوا باش ياكلوا وتكمانداو زويز بيتزات، ضربوا دبيبزات البيرة مع بعضهم ونطقوا الاسم متاع نانسي ديبريست
وكأنهم باش يشربوا على صحتها أو بالأحرى على روحها لأنها المرات قتلت. المشهد هذا أثار الاستيان تاع لي سيرفور زملاء نانسي واللي كانوا وقتها موجودين وما عجبهمش الشيء، وفي ساعة ما طلبوا 911. ما تعداوش لحظات على التليفون وكراها بالشرطة جات تونون وهبطت الطامة والعامة وسركلتك البيتزيرية، وهكا الزويس حطوا لهم ذوق 18 في ديهم وتهزوا يد يد ساق ساق. وبزهرهم كان ثم مفتش في فرقة مقاومة الإجرام معروف كالتمبري اسمه إيكتور بولونكو. العون هذا هو اللي وقع تكليفه بالاستنطاق متاعهم، وإيكتور كان معروف بالاستنطاقات متاعه الكاسحة. ودوب ما جابولو هكا الفردة اللي لقات أختها ابدا يستجوب فيهم على الفور هو مفتشين أخرين. بالنسبة لأوتشوا اللي حطوه في بيرو وحده وبحثوه على شيرة، الاستنطاق متاعه دام 12 ساعة في جرة بعضه، وقالوا له راه من مصلحتك باش تتكلم إذا كان عندك علاقة بالجريمة. ولهنا وباش يهبط له الرعب في قلبه، هيكتور وراه تصاور متاع الأماكن اللي حطوا فيها المحكومين بالأعدام في الحبس، الكولوار دو لامور كما يسميوه المرابيط، وقال له راه هذه البلاصة اللي باش تلقى فيها روحك إذا كان ما تستعرفش بالتي هي أحسن. بولونكو زاد استجو بريشار دانزينجر صاحب أوتشوا وعشيقته اللي اسمها دونا أونغاستا، واللي عدات أتعس ساعات في حياتها في هكا الاستنطاق هذاك وركبها الرعب. ورغم اللي أكدت لهم أنه صاحبها ريشار دانزينجر كان معاها في البورتمان متاعها وقت اللي صارت الجريمة ما صدقوهاش، معناها إيكتور بولونكو واللي معاه. وكما جاوبتهمش كما يحبوهما، إيكتور من الغش ضرب الطاولة اللي قدامها بونيا، والطفلة مسكينة من الخوف طاح بها الكرسي وجاء راسها على الحيط، وفي ساعة ما طلعت لها كنفورة. وفوق هذا أرغمها في الوقت ذاك بالضبط وهي مصدومة من الممارسات متاعه أنها تتعدى على كاشف الكذب لو ديتكتور دو مونسونج. وبحكم حالتها النفسية النتيجة كانت سلبية، معناتها ظهرت تكذب، وبالتالي بولونكو زاد كبش في أوتشوا وصاحبه دانزينجر، والاستجوابات ولات بعشرين ساعة ورا بعضهم، حتى لين في الاخر أوتشوا استعرف وقال صحيح أنا وريشار اقتلنا نانسي، معناها اعترف بعد إنكار طويل. وصاحبه دانزينجر واصل في الإنكار وباقي يقول خاطيني، لا عملت يدي لا ساقي، لكن اعترافات أوتشوا كافية بحكم أنه باش يشهد على صاحبه. في تواتر هالأبحاث بولونكو سأل أوتشوا كيفاش تمت العملية، وهو قال لهم أنه قبل 8 متاع الصباح ادخل هو دانزينجر للبيتزيرية اللي تخدم فيها نانسي، حلوا الباب بمفاتح مسروقين ولقاوها لاهية بالعجينة. أوتشوا هددها بالفرد وقال لها حل الكوفر واعطينا الفلوس، وهي ما عكستوش حلت له الكوفر واعطاتهم اللي فيه. ووقتها هزوها للتواليت نزعوا لحوايجها اغتصبوها الاثنين، ومن بعد كي جاوا خارجين وهي قاعدة طايحة في القاعة ما عادش فيها قوة اضربها في راسها بكرتوشة ومشاو. في هالمرحلة هذه من القضية النتائج متاع تحاليل الحامض النووي في ساعة ما خلطوا، لاديان متاع أوتشوا كان موجود في السائل المنوي اللي لقاوها في الجهاز التناسلي متاع نانسي. تقنيات تحاليل الأديان كانت في الوقت ذاك في بداياتها، وقام بها أكبر أخصائي في ولاية التكساس الدكتور إدوار بلايك. التحليل صار على عينة جينية واحدة أنسول جان، وهذاك هو اللي كان ممكن في هكا الوقت، لكن يعتبروه ثورة في عالم الطب الجنائي. النتيجة هي أنه الحامض النووي اللي لقاوها في جثة الضحية هو متاع أوتشوا، لكن مطابق زادة للاديان متاع نسبة 10 أو 16% من السكان الذكور متاع ولاية التكساس. وإذا نعرفوا أنه النسبة هذه تمثل 3 ملايين من رجال الولاية، الأمور تولي عندها صيغة أخرى. لكن ماهوش هذا الدليل المادي الوحيد اللي لقاوها، ثم زادة شعرة في التواليت قارنوها بالشعر متاع ريشار دانزينجر ولقاوها مطابقة. المفيد ملف الإدانة تعمل بسرعة البرق، والقضية تعدات قدام المحكمة في ظرف أسابيع.
أوتشوا أقر بالجريمة متاعه، وصاحبه دانزينجر تمسك باللي هو بريء، ولجنة الحكماء قعدت بالضبط 7 دقائق ونص ما أكثرش، وخرجت بقرار الإدانة للمتهمين الاثنين. بالنسبة لريشارد دانزينجر تحكم عليه بالسجن المؤبد من أجل الاغتصاب والعنف والسرقة، وأوتشوا يتسمى دبرها لأنه شهد على صاحبه، وفي عوض ياخذ إعدام حكم عليه بالسجن مدى الحياة كما صاحبه. القضية تسكرت وباب الحبس تسكر على كزو السحاب. فيها التور هذا من القضية، أوتشوا ادخل في مرحلة متاع يأس وحاول باش ينتحر في السجن. صاحبه ريشار ما كانش عنده الزهر مرة أخرى، لأنه مربوط من المرابيط اللي كانوا موجودين في الحبس، غلط فيه ويحسايب واحد من اللي كان عنده معهم بونتوات البرة واعطاه تريحة متاع موت. ادخل عليه بالبرودكان في بدنه وفي راسه، وكان باش يلتحق بالرفيق الأعلى، لكن في سعم لقفوه وهزوه للسبيطار ومنعوه. المشكل أنه الحادث خلف له إعاقة دماغية مستحيل باش يبرى منها. المسكين ولا غير قادر على الكلام، ويلزمه ديما حد بحذاه باش يتلهاب أقل حاجياته بما فيهم الماكلة، وإذا كان ما يوكلوهش ما يأكلش. معناها ريشار فقد الذاتية متاعو، الأوتونومي. قضية والشرطة متاع أوستين اتلقات رسالة من واحد مربوط اسمه أكيم مارينو، محكوم بالسجن مدى الحياة من أجل السرقة والاعتداءات الجنسية المتكررة. السيد هذا يقول أنه هو اللي اغتصب وقتل نانسي، وزاد وضح أنه تاب الربي ولا من الكنيسية متاع الحبس ما يخرج، وضميره قعد يوبخ فيه على كزوز أبرياء اللي لا عملت لأيديهم ولا ساقيهم ولقاو رواحهم في الحبس. ولهنا يقصد كريس أوتشوا وصاحبه ريشارد دانزينجر. قال زاد أنه يحب يكفر على ذنبه وخروجه من الحبس يقلل على الأقل جزء من الجريمة متاعه. أكيم مارينو اعطى حجة للمحقين وقال أنه الفرد اللي تقتلت به نانسي هو من عيار 22 وموجود عند مصالح الشرطة متاع مدينة البادزو. الفرد هذا كان معاه وقت اللي شدوه في آخر عام لعملها. ولهنا شرطة أوستين كلفت المفتش مانويل باش يثبت من صحة أقوال مارينو، ومشى لمدينة البازو وفعلا لقى الفرد اللي حكى عليه أكيم مارينو ومقيد باسمه زادا. وقبل ما يرجع مانويل لمدينة أوستين زاد اعطاه السلاح للخبراء متاع المنطقة هذيك باش يثبتوا يا لندرام طابق للعيار اللي لقاوه على ساحة الجريمة وإلا لا. وبطبيعة الحال هز معاها كدوي اللي لقاوها في التواليت بحذا الجثة متاع نانسي. ولهنا ليزيكسبير اون باليستيك متاع مدينة البازو بعد المقارنة قالوا أنه المسدس ماهوش هو نفسه اللي صارت به الجريمة اللي ادعاها أكيم مارينو واللي صارت في مدينة أوستين. وبالتالي الشرطة رات من الصالح عدم مواصلة التحريات، لأنه ما عاد ثم حتى فائدة باش يحلوا ملف القضية من جديد ومن غير دليل مادي آخر. في مجريات هالقضية عامين أخرين تعداوا بعد الرسالة اللي بعثها أكيم مارينو، وهو ما سلمش، عمل محاولة أخرى والمرة هذه قمر الفوق. اكتب لجورج بوش الابن اللي كان وقتها والي تكساس، وبعث نسخة من نفس الرسالة لمكتب وكيل الجمهورية متاع تكساس. احكاله فيه نفس الحديث، قال اللي هو المسؤول الأول والوحيد على مقتل نانسي، واعطى تفاصيل الجريمة بالباء والتاء، وقال اللي هو ما ينجمش يقبل أو يعيش بفكرة أنه زوز أبرياء قاعدين يخلصوا في عملة ارتكبها هو واللي ضميره يأنب فيه ولا في حالة نفسانية صعبة. جورج بوش اطلب من الموظفين متاعه أنهم يعملوا اللازم في الحكاية هذه، والمكتب متاع وكيل الجمهورية بدا يثبت من صحة أقوال أكيم مارينو. لكن بقات مسألة محيرة الناس الكل، كيفاش واحد يقرب جريمة اعترف بها واحد آخر ومتمسك بالاعتراف متاعه؟ معناها إذا كان أوتشوا أقرب المسؤولية متاعه مسؤولية صاحبه في مقتل نانسي وصحح بيديه الزوز وسوابه العشرة وحلف وتكتف أنه هو القاتل ولا حد غيره، كيفاش مالسي أكيم مارينو هذا دخل في الحكاية ولا بالك لوسع وقال أنه هو المجرم الحقيقي وأوتشوا وصاحبه ريشار خاطيهم؟ أشنية هالخوذة؟
هالحكاية هذه دوخت وكيل الجمهورية متاع تكساس. منشيرة واحد في الحبس ومعترف بجريمته، والآخر كيف كيف في الحبس وعنده قرابة 3 سنين وهو مكبش، ويبعث في الجوابات على اليمين وعلى اليسار باش يقول أنه هو مولى العملة، هو اللي قتل نانسي. أشنية مصلحته؟ زعم حب يخرجك الزوز مرابيط من الحبس باش يكفر على ذنوبه، تي هو بتبيعته ما عادش خارج من الحبس ومحكوم عليه مؤبد. لكن السؤال المطروح، علاش اختار أوتشوا وصاحبه دانزينجر؟ ومنين اسمع بيهم؟ وعلاش اختارهم هما بالذات دون غيرهم؟ الأسئلة ولات برشا والإجابة غير موجودة، والغموض بدا يحوم حول القضية. في هالمرحلة هذه من القضية، المشكل أنه بعد التصريحات متاع أكيم مارينو والجوابات متاعه وليوصول الأخبار متاعهم الأوتشوا، ما غيرش الموقف متاعه. قال أنا اللي اغتصبت نانسي، أنا اللي قتلتها ومعايا صاحبي ريشار. هذا هو آخر كلامه. وعام بعد ما تغلقت هالقضية مرة أخرى والاعترافات متاع أكيم مارينو مشات في مهب الريح وحتى حد ما صدقها، أوتشوا ارقد وقام وقال اللي هو بريء. يا ولدي شبيك، اش توت عليك؟ مزدوك الجنون؟ ما قلت اللي انت قتلت وشديت صحيح. الاشكال لهنا انه صاحبه ريشار المسكين عنده اعاقة ذهنية، لا يفكر لا يتكلم ولا يتذكر حتى شيء، وبالتالي أوتشوا قعد وحده وكلامه صعيب باش يتصدق. في هالتور هذا من القضية، إذا نحسب الأعوام اللي تعدات من وقت اللي صارت الجريمة، نلقاه 12 سنة، وأوتشوا يقول أنه هو المسؤول الوحيد على قتل نانسي وصاحبه ريشار. وحتى كيتكلم أكيم مارينو بعث برشا جوابات، قال اللي هو المسؤول الوحيد والمجرم اللي قتل نانسي هو ما غيرش رأيه، يعني أوتشوا. كيفاش توا يقوم يقول اللي هو بريء؟ ولهنا وقت اللي الصحفيين سمعوا بالحكاية هذه سألوه نفس السؤال، أنت اللي قتلت وإلا لا؟ أوتشوا كانت الإجابة متاعه أنه عام 1988 أرغموه باش يعترف أنه هو وصاحبه قاموا بالجريمة هذه. قال أنه في الاستجواب مع المفتش إكتور بولونكو تعرض للعنف وخاصة للتهديد، واللي المفتشين رفضوا تماما باش هو يحضر محامي معاه في التحقيق. وبدأت لهنا الصحافة تشطح بالمحارم وتثير في الحكاية، لكن اللي تكتب ما كانش كافي باش يأثر على وكيل الجمهورية ويخليه يفتح القضية من جديد. هو الملف هذا بتبيعته تحل مرتين بأمر من جورج بوش الابن بنفسه، أش يحبوا آخر. أوتشوا في الفترة هذه جاتوا كيف الصحوة، حالة وعي كما يقولوا، تقلب قلبة واحدة، ومن اللي كان معترف ومستسلم ولا شادت صحيح في إثبات البراءة متاعه ومستعد لكل شيء. ولهناك تب رسالة الجمعية تهتم بالناس اللي تتسلط عليهم عقوبة سجن وهما أبرياء. الجمعية هذه كانت وقتها في ولاية الفيسكونسين، ويترأسها جون بري واسمها إنوسانت بروجيكت. الجمعية هذه كانت تتلقى برشا جوابات وشكايات وتختار منهم اللي تحس أنه راهم بالحق أبرياء وهما في السجن، وهي اللي تقوم بنفسها بطبيعة الحال ومعها برشا متطوعين بالبحث في هالقضايا، وتطلب من القضاء إعادة فتح الملفات اللي فيها إمكانية أنه الحكم ما كانش عادل ودخل في جرته واحد للسجن وهو بريء. في هالمرحلة هذه من القضية، أول حاجة عملها جون بري أنه اتصل بالمحامي متاع أوتشوا اللي كان محامي مكلف كوميدوفيس، يعني وفرته العدالة الأمريكية للمتهم باش يدافع عليه، وما هوش هو اللي باش يخلص له أتعابه. المحامي هذا قال أنه ما ثم حتى فايدة في إعادة فتح الملف متاع أوتشوا، هو متهم والدلائل الكل ضده وأولهم لاديان. كلمة لاديان كان عندها وقع كبير وخاص على جون بري، لسبب بسيط، أنه القضية تعداوا عليها 12 سنة، يعني وقت اللي التحليل متاع الحامض النووي مازال في بداياته،
لكن شنو المانع باش يعاودوا التحاليل عام 2000؟ لأنه مسألة لاديان من وقتها اتطورت بشكل غريب، وما عادش يعتمدوا على عينة جينية واحدة، أما على برشا عينات، يعني هامش الخطأ قليل وضئيل جدا باش ما نقولوش منعدم. وبما أنه هالجمعية هذه كانت عندها مصداقية لدى القضاء ومعروفة بالجدية متاعها، وفي غالب الأحيان القضايا اللي تطرحها تكون صحيحة، وكيل جمهورية التكساس آذن باش يعاودوا التحاليل بالتقنيات الحديثة، وفي نهاية الأمر ما يخسروا حتى شيء. كان ثبتت البراءة متاع أوتشوا وصاحبه ريشار هوك القضايا يدارك لها فوا متاعه، ولو كانت التحاليل تأيد طورته وقتها يتسكر الدوسي نهائيا وينتهي البحث والتدقيق والتقريق. في المرحلة هذه من إعادة فتح ملف قضية أوتشوا وصاحبه، جون براي طلع إنسان محنك في الأمور الإجرامية وكلامه طلع صحيح. الخبيرة كارين سكاليس اللي عملت التحاليل اتفاجأت بالنتيجة. لاديان اللي موجود في السائل المنوي اللي لقوه على الجثة متاع نانسي غير مطابق للحامض النووي متاع أوتشوا، وكيما يقولوا يحمد ربي بالحفنة، لأنه في أمريكا القضاء يحتفظ لمدة سنوات بالأدلة المادية متاع القضايا، والعينات تقعد لمدة طويلة على ذمة الشرطة والمحاكم. الطريف في الأمر أنهم زادوا عملوا التحليل مرة أخرى، واللي قام به هو الدكتور إدوار بلايك اللي حل لاديان 12 سنة التالي، وقال أنه لاديان هو متاع أوتشوا. لكن الدكتور المرة هذه قال أنه التحليل ما عادش يعتمد كما قبل على عينة واحدة، أما على عدة عينات، الشيء اللي ينقص من التشابه ما بين لزاديان. وهذاك علاش عام 1988 عامة اللي صارت الجريمة نفس لاديان ينجم يطابق نسبة 10 حتى 16% من السكان الذكور متاع تكساس. ولهنا يقول القايل كيفاش المحاكم يستندوا على دليل مادي الصحة متاعه ماهيش ثابتة وإمكانية الخطأ فيه كبيرة برشا. هذا هو الموضوع اللي باش نرجعوا له من بعد. اللي به الفايدة أنه النتيجة متاع لاديان طلعت لاهي متاع كريس أوشوا ولاهي متاع صاحبه ريشارد دانزينجر، وما هيش زادة متاع تود رجل الضحية نانسي. والمرة هذه ما ثم حتى مجال للشك، لاديان متاع شكون ماله؟ ولهنا جون براي قال لهم معاش تزيدوا ضايع وقت، امشي وقارنوه باللاديان متاع أكيم مارينو. الراجل عنده 4 سنين وهو يسيح ويقول أنا اللي اغتصبت نانسي، أنا اللي قتلتها، وانتم عاملين مولا الدار مش هنا. شيحتوا ريق الراجل ورنختوا ناس في الحبس لعملت يديهم ولسقيهم. الراجل بالعمل كتب الجورج بوش الابن ومدرك. في مجريات الأبحاث والتحاليل متاع لاديان، وكي قاموا بالمقارنة متاع الحامض النووي اللي كان في جثة الضحية نانسي مع عينة من لاديان متاع أكيم مارينو، القاوهم الطابقين تماما بدون شك ولا اختلاف. معناها هو اللي اغتصب نانسي وهو اللي قتلها. لكن الإشكال أنه الفرد اللي استعمله أو اللي قال هو استعمله، وكما سبق وقلنا لكم فحصوه لزيكسبير أون باليستيك متاع مدينة البادزو وقالوا ماهوش هذاك السلاح اللي قتلت به نانسي. لكن السؤال متاع جون براي رئيس الجمعية زعمه النتيجة اللي وصلوا لها صحيحة، وطلب باش يزيدوا يعملوا فحص من جديد لك الفرد بالتقنيات الجديدة لعل وعسى يطلع مطابق. وفعلا مرة أخرى وبعد تجارب وتدقيق في العيار متاع الكارتوشة اللي لقاوها في التواليت، ومدام مطابقته للعيار 22 واللي محجوز عند الشرطة متاع البادزو، صار التأكد بصفة قطعية أنه ما فما حتى مجال الشك اللي سلاح هذاك بنفسه اللي تقتلت به نانسي. معناها أكيم مارينو هو مولى العملة، هو اللي قام بالجريمة، وأوتشوا وصاحبه دانزينجر لا عندهم لا ناقة ولا جمل في الحكاية. وإذا أكيم مارينو هو المتهم الرئيسي والمسؤول الوحيد، إذن كيفاش أوتشوا اعترف وتمسك باعترافه 12 سنة كاملين وبقى شادد صحيح حتى بعد اعتراف أكيم مارينو ما ترجعش في أقواله؟ كيفاش إنسان يقبل باش يقعد مربوط ظلما 12 سنة ويسكت؟ هالسؤال هذا باش نرجعوله، وخلينا توا مع الاعترافات متاع أكيم مارينو وهذا يا أطوار اللي صار في الجريمة، ونرجع الفيلم متاع الأحداث التالي.
نهار 24 أكتوبر 1988 أكيم مارينو مشى للبيتزيريا اللي قعد يراقب فيها أيامات، وعرف أنه نانسي تجي بكري في الصباح وتبدأ وحدها، واللي المفاتح الكل عندها بما فيهم متاع الكوفر فور. ونهارتها بالذات قرر باش يدخل لها يسرق الفلوس اللي موجودة ويغتصبها، لكن حسب قواله ما كانتش عنده نية قتلها. دق عليها الباب متاع البيتزيريا، حلت له، والحاجة اللي خلاتها ما تاخذش حذرها منه أنه كان لابس طبلية عليها العلامة التجارية متاع البيتزيريا واسمه زيف. قال لها اللي هو خدام جديد باش يبدأ نهارتها، وهي صدقته، لكن دوب ما تخل وتسكر الباب هددها بالسلاح. حلت له الكافر، اعطته الفلوس، وفي بالها انتهى الأمر. هو هددها بالفرد، هزها للتواليت وأمرها باش تنحي حوايجها. اغتصبها ومن بعد ربطها في حبل اللافابو وجا ماشي، لكن من بعد بدل رايو وفي عوضي خليها حية ضربها بكرتوشة في راسها، نحالها هكا الحبل اللي ربطها بيه وخليها مطيشة تحت اللافابو. فركس على كدوي متاع الكرتوشة ملقاش، وقت اللي أيس هز روحه وخرج. السؤال المطروح لهنا، علاش اقتلها؟ حاسب أقوال أكيم مارينو، نانسي تذكروا بجارديانا في الحبس اللي كان مربوط فيه، كانت عنيفة برشا وتكره لدرجة أنها تسيب عليه الحراس الأخرين يهرسوا بسبب وغير سبب، ووقتها تحلف أنه دوب ما يخرج من الحبس بيش يقتل أول امرأة تعرضه وتكون تشبه لها، يعني الجارديانا. ولسوء حظ نانسي هي المسكينة اللي خلصت فاتورة متاع امرأة أخرى، لكن حسب الظاهر هذه طرهات أحكاها أكيم مارينو. في المرحلة هذه من القضية نرجع بكم كما قلنا لكم لهك الأدلة المادية واللي يتكون بها ملف القضية. كيفاش الشرطة قبلت دليل مادي ضعيف كما لاديان اللي وقع في ظروف متاع تحاليل بدائية متاع هكا الوقت واللي ما تنجم تكون كان تقريبية؟ كيفاش وقع الاعتماد عليها والاعتماد زاد على شعرة كدليل مادي، والحال أنه ينجم أي واحد يدخل للتواليت متاع البيتزيريا وبسهولة يخلي شعرة، وخاصة المعنيين بالقضية هذه واللي دخلوا للحبس ريشارد دينزينجر وأوتشوا. هما كانوا متعودين يأكلوا في البيتزيريا هذيك، وعادي جدا باش واحد منهم يخلي شعرة في التواليت متاع البيتزيريا اللي تخدم فيها نانسي. فوق من هذا كيفاش يحكيوا على اغتصاب من زوز أطراف، والحال أنهم لقاو كان أديان واحد في السائل المنوي اللي موجود في جثة نانسي واللي نسبوه في الوقت ذاك الأوتشوا. إذا كان اغتصبوها زوز، وين السائل المنوي والأديان بتاع ريشار صاحب أوتشوا واللي هو بيدو حسب اعترافاته قال أنه صاحبه اغتصبها، يعني ريشار دانزينيغار؟ وأكثر من هذا، شنو الشيء اللي خلي أوتشوا يعترف ويتمسك بالاعتراف نتاعه أكثر من 12 سنة وهو في الحبس؟ فيها التور هذا من القضية اللي تأكدت منه جمعية إينوسانت بروجيكت ووكيل الجمهورية متاع تكساس أنه القضية موقعش معالجتها كما يلزم من طرف الشرطة والقضاء، سجدوها تسجيد كما يقولوا، قرتسوها، دوب ما لقاو أول مشبوه فيهم هبطوا عليهم. والشي اللي زاد أكدلهم أنه الأمور تبلفتت هي وقت اللي رجعوا للملف متاع المفتش إكتار بولونكو اللي عمل التحقيق مع أوتشوا وصاحبه ريشار. الراجل هذا كان عنيف لدرجة كبيرة، ومحل برشا شكايات متاع ناس مارس عليهم التهديد والضغوطات الكل وحتى التعذيب. والواضح أنه من الأول هدد أوتشوا وقالوا تستعرف ما تستعرفش أنا باش نتسبب لك في أعدام، وإذا كانت تحب تمنع اشهد ضد صاحبك ريشار، هكاك تجيك خفيفة ورد بالك نهار من نهارات تتراجع في الأقوال متاعك، وإلا تحاول تفتح ملف القضية. ونتيجة للشي هذا والضغوطات متاع إكتور بولونكو اللي معاه، أوتشوا بقى مرعوب، وحتى وهو في الحبس ما حبش يغير أقواله من الخوف. هالقضية هذه طرحت مشكلة الاستنطاق في أمريكا والأساليب اللي يمكن يستعملوها المفتشين والمحققين،
مع متهمين وقع اتهامهم بالباطل واللي الطريقة توصل حتى للتعذيب في غياب أي حاجة تحمي المستنطقين. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت ذاك ما فما كان زوز ولايات برك يستعملوا لكاميرا ويصوروا الاستنطاقات متاع المتهمين، وهالزوز ولايات هما الألاسكا والمينيسوتا. كانوا كل استنطاق يصوروه باش إذا كان واحد رجع في أقواله قال خذوهم لي تحت الضغط يرجعوا له للتسجيل. القضية هذه كما قلنا لكم خلات الشرطة متاع أوستين تستعمل التسجيلات في الاستنطاقات من هكا الوقت، ونزجوا على منوالها بقية الولايات. في نهاية القضية وبفضل جمعية إنوسانت بروجيكت وقع إطلاق سراح أوتشوا نهار 16 جانفي 2001، وشهرين بعده اخرج صاحبه ريشارد دانزينجر وحكموا لهم بتعويض 14 مليون دولار يقسموهم بالتساوي. لكن يقول القايل بعد شنوه، واحد منهم ولا معاق، واللي هو ريشار معاق مدى الحياة. ولهنا الشيء اللي يلزمكم تعرفوه أنه أوتشوا في المدة اللي عدي فيها في الحبس كمل الدراسة متاعه الثانوية بالمراسلة وعدى الباك ونجح، ومن بعد كي خرج من الحبس اقرأ الحقوق وولى محامي، واخذ عهد على نفسه أنه ما يدافع إلا على الأبرياء اللي دخلوا للسجن ظلما وعدوانا. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.